هي فضل عيسى تلمامسة، من يرد له به خيرا يوفقه في الدين، طلب العلم فريضة، من سلك طريقا يلتمس به، يعني أحاديث تربل أنبا صار وطيورة تلمامسة، علمي يبرشني سوئي سيد خير وبشره. وحنا نقول صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام يقول لهم الوضع قد ينايا إلا ينا الصفرين وحادثة يقصى عرورين إلا الصفرين وصحابة كما يقول هل حديث انتو كي ما دا مدينة مصر أما الشام وصفرين إنه الصواب مغلا حديث كاسي أقوى وحصل موحي تلمامي أن أهمية دادتك هو رئيسين شريك إما لما بشر مكا حديث بدن يا آيات بدن أو علمك يا فرع المديسة يا فائدة ديسة كور رمسة وحاجة علي إن سوق البيع وحاجة قصاب سيسان علماء ديني هرئية تاريخ هودي سيوك البعثة سيوك الدية شاي وصل نات وحال وقت المامة علماء دي ورسي وكورش أهمية دوسينية المام ابن تيمية بالي يروح عن الصلاة سوى أبو كان اختار في سيمو كيوري أحبها آخرين انت رأت عن سامس تبترك للا أصبر على ذلك كما صبر أنا وحخرين وأنبع علينا وحخرين ويوري يا سيدي من قلني من خاطر تيلا هذا بكيوري نفط وحي كفر هذا ديه شعف ما تيد وفري عن هذا أنا بدأ وحخص كفر حياة هيدي دي إمام ابن القيم يوم عليه أصحاب إذا وحن كوبا من أصابهم مرض من صداع وحمى وكان الكتاب عند رأسي فإذا وجد إفاقة قرأ فيه رد قد حام الصدي وضر تنحن دلادة بمضى يسوح حسو وكتاب كنا مدى حسا يعلم وهضوم ميراضه كعنت كتاب كتب سلو آخرين وقف بكوة شيفة وبيه ببيلية ومركة وصوام يرامرة بلا بيئة وحخصته وحيو حاسدت المامية إمام ابن الجوزي طرائف العلماء من الأخرين إن شاء الله تعالى رسالة المشوه إلى القراءة وطلب العلم وحاوت المامية ابن الجوزي رحمة الله عليه لباتن كن أم مجلدات وأخيبة لها 20,000 فوليومز أي أخري مركزوها دنو حليها ما أشبع ما أنكدر جنبو لي القراءة وحخص كعطي لهدو كتاب قلنا عنا ما ضعفه وحانا أخري بولي لباتن كن أم مجلدات وأنا بعد في الطلب بولي أنا 20,000 فوليومز أخري ولينا وحكو ترابولا يي علم برشا وحبرشا سنو قروبي وسيدتك على عبين اياه ايه وحب بلابا علم القراءات المبارطوس ايه ايه يرون علي ايه وضح على استيمكا من يرون علي سنو سيدتك جرمر اياه وعلم هذا مسلمين ترنيو بوه ويناوي ايه ايه وحي وضح على استيم عالم من علماء القراءة ان القراءات كبطا ابن عقيل ما كان له ورمة قبل وفاة ابن عقيل العالم كل رجلي أيه حلايا وحخصك أيه حبرشرة ما أنت وأنا سيدي تنشر هاي بولي وحاولي هنقول وحيا أيه وشعل إلى أنبطة سيدي ما أنت أن لا تنشرك أهان الرابعين يا بولي ابن عقيل كو حلاة الماما وحينا وحكا شعلان انه راشين كبير واختي قالوا بحنا يا قراءة ويبعفن يا مركز حاسي سيئا مولاشي وحكا ضلباضي انا يكاب يرى وحا انا على الاسم دور البحرين بيوكوب القرية انا قو كل لحج علي يقول لي واختي قالوا حلالني كان يقولوا لحج على بحيسا طيب بكا قابا حيا انو حلالي انا قو كل لحج علي يقول لي أيام دلالة إن لقد يقول بيه روح القرى كروم عشان كيها ما كان قراءة كدالة مولاي وحقرش ده ما كان كدالة حبان طالع عضاين تنشيف صدر طالع عشان ده ما كان كدالة ما سكرا بحيا قولي وحقوري لها
ayaa markaasi ka fakara. Ma taqaanin wuxuu qoray hal kitaab oo uu leeyahay baa 800 oo majaladood ah, waa Al-Furum. Kitaab kaliya uu qoray ayaa 800 oo volume. Waxaad qiyaastaa 800 oo volume intaa u qorin wuxuu ku qorayay mise u akhrinayay? Yani qofka rabaa 800 oo volume buu ka kooban, 800 oo majaladood kitaab buu ka kooban inuu qoro, intuu wax akhrinayay si uu kitaabka u qoro. Waxaa la tilmaamaa culimadani أحد العلماء مثلا الأئمة الشافعية من كم إذا أحمد بن سليمان هو على تلمامة قراءتك وحب برن جري ويلا هذين إنت وح على أني أختي عن الله أيوك بيبي جري سيو قراءتك سوى بكتور ما كان ابن الرجل كان أقوامتا لدلال كي يقصر بحري ابن تيمية ووقي شيخي لورن جري أبو البركات ومنطقها كتاب كان يعني محل هذا إمام شوكاني وشرحيه نيل الأوطار في كتاب كان وشرحيه أنك قولي وإيان إن الكيسة أحمد بن تيمية ولكن عبد الرحمن بن تيمية أي وقع به كوليني إن الكيسة عبد الحليم هذا وكلية أضيبه مركو مسقوشا قاله وحي أمر الجريبولة إن كتاب الله الفريستو دبتنا انت مسكوشة كوشرة وحرورة ترى قرى واخري اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك حتى اسمع كتاب قرى واخري يوم انا عدك على مغلى انت عن مسكوشة كوشرة يعني وقف قال لها على هذا يا وقت قال مسكوشة قراءة انا نكلمه دبتنا انت مسكوشة كوشرة كتاب اللي بكي بكرا مسكوشة وحرورة انه دقيسات رئيسة قرى مسكوشة كوشرة كتاب دبتنا لقى اخري وإن كيسو دبتنا انت فرستا واخري si uu u dhegaysto muddada uu musqusha ku jiro. Waxaa lagu tilmaamaa culimada tani safarkooda iyo deganaashihooda oo kutubtooda way sidee jireen, ma ahayn diskigan yaryo internetkan iyo kombyuutarkan ma jirin, waxooda iyo xambaarsan ayay la safri jireen oo la socon jireen. Waxaa la sheegaa say cilmi ugu dadaalayeen iyo baahi iyo gaajada u dhacday ابن طاهر المقدسي إمام ذهبي وحكسي وقولني يا أولي برت الدم في طلب الحديث مرتين، مرة ببغداد ومرة بمكة ليك بال بكور كاتش يقولي سيدا الحديث كم برشي سيقول رادني مرنا مكة مرنا بغداد وأي كما مانا يسبوا لي كوراءان داسا سعري ركا قول إلا نوحل يا غانا قفكم ركا كوراءان سعري كادين كل اكتب كدبنا ليك بال بكور كاتش يقولي علماء بدن وعلماء الحديث وحلا شيلا كادي دوني ندو قرع بين هما دراجة صحارة يوكا طلابي ويرنك الوح يوكا للسفرية لغا صوت لابو يشيا دو كان راشي هادا كان بقى بخاري يسر مغندي يمشا إلا إيو إسبين لغا قاري يتكالح للمبو كمريا يقو علوم رادين هي أما وحما شهر هاد عين هي وحلا إلا هذا عبد الله بن المبارك شيخي لورجري ayaa waxay ku yidhaahdeen cabdillaah oo dadka lama fadhiisatida maxaa dhacay? Inta badan gurigiisu fadhii jiray bay yidhaahdeen, waxay dhaheen meel guriga ku daali oo boorni miyaad ka qaadin guriga unaad fadhido. Sidaa kayfa astawfish waana maca annabiyi sal allahu calayhi wasalam waasxaabihi buu yidhaahda. Anigoo nabi maxamed iyo asxaabtiisii la sheekaysanaya, yani kutub alxadiisi kutub alcilmaan akhrinaya ciddaha ii waramaysa marka waa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisi anagoo raggii raga la fadhiya saa u boori muqaaraaba u daalaa u tilmaamaya. Ayuha alikhwa, waxaan marka ibnaa culimada xataa rag baa guurka isaga dhaafay waxbarasho daraadi culimo waaweyn culimada muslimiinta ka mid ah ugu tilmaamaa inaani guursanin mashquul ay ahaayeen daraadi bale ciisa bn axmed alyunani عالفي لوريجري يا وحلا تلماما عبادكم مشغولين ما في دمو عدو خد ما يسر رادعي سلام وين بقول سدو سي وخد ما يسر سوى ربهم إنها العلم يا خم مشغولين تاريخه هذا مرك على التوه على كسانين للي هي أنت هس قصة نضاد أم وحبو لجي أم وحبو آخرين أم علم بو فدي بل ما في كتاب الصبح هذا مثلا الإمام تغيدين من دقيق العين كيلو رجلي
عند الفقهاء المحدثين علماء الشافعية كترسان قال الإمام كتاب قرية رشا خلوية أي روح هذا شرح الكبير في إمام الرافعين إمام الرافعي كتاب في سوينايا شرح الكبير ربن جريبه كن درهم كو يفسد كن كالدرهم والا عقا ضبا لن عهد ولي مكة لا يقول دبا ترسيو أخرية وحيدة هذا لنتو كتاب بالنبيني حتى السنة كويس كدائي صلاة فرق بود كجري وخص كو ورشي علماء القاتل باو حلقة شيلة الحسد اللؤلؤي رحيت الماما أفرد الصنادوت مو قم إن بالي إلا كتاب كلابتي سوسارة سواء بلا كتاب أفرد الصنادوت مو سيحاني أحاول علماء فكا التاريخ دول آخر أحد العلماء طلحة العلثي يا لرنجري ابن رجب يا صنع لنا يوح لي كتب لي لبا لإيمين إياه دول ترى كتاب كم يدعو بعض وعلى يدعو لحنا دينار دينار هو ذهب و العرق قالية و أفر قرام يمنيرا لحنا دينار يعني والله وليو كنتنا يا قرام حكوب الدول لحنا دينار بالصين يا بغير الحافظ أبو العلاء أي إلي أنا كويب سري لحنا دينار ما سيسرية شرط قرى إلا خمستها ليلة سبو خميس إلا خمس تطور على السيد لحنا ندين نار راس استكتار وهي هيبا ليلو بحي مقالة دي سي أيو قبطي قلوا لها أبو مزاد على الكويل يا يايو سرية وحلو قال لحنا ندين نار دابا تنضط في وحيدة دابا قول يا أبو لحنا ندين نار وكقال سيئة سكدة أي سكي مني ما يوم قضى يا أبو إنو كتاب بتو قلوا يسيو قضي الكتاب أيو صاهرة أيو قلوا يسي لماتي وقضي إلى يوم كيف سنية في كتاب فلما ظهر من التاريخ قد ضيق قراءات قد كورنته نشي خالص هذا القارئ من هسالي لإنك سواء ننفي عن واقع صور والله لا تبتا وحدا حتى قبل كلمة أولي من القرسل هل إسلام وقسك القرسل هو أنت سيئو بيشي تبتبع وحدا والله لهذا الكتب أشد علي من ثلاثة ضرائب سنح كلين وقرصده وحي نقامي بربتي كتب تنبسيته يعني سيده مشكول إياه كتب تنبسيته مشكول إياه أياه يقع عرص بيلا دي سنح دوب راقها إنه قرصده ربط الماميسي وحرقت الماما تاريخ طرع علماء ذا المركة ضركته هم بيجا يكون بحيان وحبار الشرعي سيو دادالي أبي بكر ابن أحمد تقي الدين بن قاضي شهبة يروح على الماما إنه كتب 200 مجلد لم يتجاوز وخطه فائق دقيق وبيع في تركته نحو 700 مجلد كاد أن يستوفيها مطالعة لرب قول أو كتاب لرب قول أو مجلدات مقعدتي سحوطة مكتبة دي سنة وحيا لما إلى هذا تضرب قول أو مجلدات تضاب قرار مجال يعني تضاب قرار فوليوم تضاب قرار كتاب مركو كرد التال لأنه كتاب أنا أخرين لكم أجيرين بالنها وحيودة وإنه لدماتين ولا أخرين وحاد قرار كرتا مركا حاليا بينا تلادا ورقي هورو أمثلة كبحي أخوي هذا المعراء مردوان من الطيب الشيخ جمال الدين القاسمي شيخ السوري هاي جمال الدين القاسم اللي ورنش لي التفسير كان القاسم اللي هذا لا تنكم مجلدون عليه ونفتي سكا ورمي يا وحوي كتاب في صغير هذا الفضل المبين أيوه حقوت الماما يا وقد اتفق لي بحمده تعالى قراءة الصحيح مسلم بتمامه رواية في 40 يوما إلهي مهدي هكذا يا وحايس وما يقولين الصحيح مسلم فكو أخريه أفرت المعلمون سنن ابن ماجهنا كوبيا لغتان عشر موطن إمام مالكنا سقالية طبان عشر تهديب التهديب كتاب الليل هدانا وهو لبا أن سحيينا طبان مع الموت يعني كتبت أنت على ليلة سنن كي هي الصحيح وكتيرا أيوة عبت المامي لغتان عشر يوح لامنا كوكا عجبا لما ندينت المامي وعلمالي هركة ترسان محمد بدر الدين الحسني وعالي محدثة وإسلام فلو يرى الشامنها على إلى الصحيحين
بأسانيدها وكرك كهيه لباتن كن أو بيت أو متونتن علمي كان وقف سما بيخوت الماما على هذا كان يجلس في الليل ليقرأ فإذا غلبه النعاس التكأ برأسي على وسائل أعدة له فأوفي ساعتين أو ثلاثة من الليل متقطعات ومن النهار ساعة صارين يملكوا مسيحين جديد وعصم استبكموا إلا دائرة وكنت يرصدوا هبين في وقوة أخرية مركوا دالوا ساعة سداء بركنت أوفتي في صلاة أما الله ساعة دائرة وصوكعة أخرص قوة الله هبين كيسوا عن بيلا هذا وقبضنا إلى صدح ساعة الله تيرسم راس يوسي حجي مالتي لساعة لا أعطنك ساعة الله كلا وحبو أخرية جديد أنا وافق ساعة الله حكوتي للمامية وقوقوة صينا يهيلو حوسي حجي marka la eego noloshiisa dhan oo ay u qaybsameeydo inu salaad ku jiro iyo kitaab akhriyo iyo cilmi dadka baray mesela sheekh Cali Qandawi oo dhawaan dhintay oo garanay caalamka Suuriya iyo Saudiya dagaal jiray wuxuu leeyahay maanta garaacsaday ila iyo hadda maalini ima soo marin wa muddo laba iyo lixda sanadood marka ka waramay maalinimo soo marin buu leeyahay ilaa iyo bargii dhalinyarada ay la 300 safxadood ba maalin kasta akhri jiray hadii afrij la isku celceliyana laba iyo lixda ka sanadood maalin kasta 100 bayt oo akhri buu leeyahay laba iyo lixda sanadood oo hijriya dadku fato 300 iyo afrij kontan maalmo dadku fato 100 bayt معناه دو حويان لبن مليان إيو لبن بغلا كنو بيج وحكونا دو بأخري لبن مليان إيو لبن بغلا كنو بيج وحكونا دو أيو أخري ذكرية تسوح وكلاق وقوة نكسا وحو أخرنا إياه وحوها نين هدنا نوشي سكال مشكوة قادوا هاجر مالك استبو لي إلا صدن قضية ضدنا إيه جري أو أحكى الحكومة مجالس القضاء المشرفي رئيس بوحها صدح عرور ومجالس أوقافتي أيتامتي مجلس الأعلى للكليات الشرعية بو رئيسها وإداريني كلية جامعة وحبوكا ديلي سوى جامعة وحبوكا ديلي اسكندرية دبري دورة وحبوكا ديلي جري كاينة مضية كهبلا لولا وحبوكا ديلي خطبة جمعة وأخرية جري محاضرات في الوجهين جري راديو غناء ومقولها بروغرام وكسي دايو جرائي ثمانتي سواب حانا مالك استمقال مقولها جري انت أصوى شقي سواء وضوه دنا مغول بيت لا ساعد ولو بيت أخرية جري وانين سكولي جامعة وحكرة وقاضية وإذا عدا بروغرام كسي دايو وجرائي ثمانتي سواب حانا ومغول إلا سنح مغول بيت دنا أخرية maalintiisi yaa waxa jira ka taa waqti uu inuu yahay qofku sida uu ugu dadaalo culimadii hore markay taariikhda ay leeyeen waxyaabaha iyo kale waxa ka mid ah iyo waqti ka baxay wax badan jiray al-imam Abu Yusuf al-Qadi saaxib Abu Hanifa shakhsi weynaa qadi laha Abu Yusuf al-Qadi ayaa isagoo jiifa aya arday ardaydiisi ka mid ah oo yimid Ibrahim ibn al-Jarrah tamimiyyin ee loo jiray oo ardaydiisi ka mid ahaa waxaan ugu yimid ugu yaraa soo boodo rasa waxaan ugu yimid ugu yaraa soo miyir la xanuun fi soo miyir daay ayaan ugu yimid ugu yaraa markii uu indha kala qaaday oo soo miiraaday ayuu wuxuu ugu yiraa Ibrahim ayyuhuma afdal fi ramy al-jimaa ayyamaha rajul rajulan aw raakiba شيخ عمرو بن يوسف رحمه الله يمير له وقال عبد الله الجوهري شيخ وصايا ميرا وقال له صفا قال وقال ده على قال سؤال علمي ويدي وي كيف افضي بلغه ده حتى لطور الجمرات حتى لغى على طور قف بسبب راكبه او فرس كي سي دبل كي سي وحاف وشرن طور ايو اسبه راجل وين يا طور كيف افضي بلغه لي سلاله سوي دينيا وحقو يريبوي taysa oo raakiba fadhi badan inuu tuuro wuxuu yiri wiil waad gaftay masalada ma saxay
markaasaan idhi buuyuhi haddaa isagoo socorayaro tuuraaba fardi badan. Markaasuu igu yidhi buuyuhi maad sixin haddana, labada midna maada siidin. Qul fiiha yarad allahu canka baan idhi buuyuhi, bal hadda sheekh ka jawaabado ilaah ilaalia ka ahaaday. Wuxuu idhi buuyuhi ta la istaagaya ee la ducaysanayana iyadoo raaji la yahay in la tuuraaba fardi badan, kuwa aan la istaagayninna iyadoo la fuushan yahay la tuuraaba fardi badan waxay noqonaya jamaraadka. Kuwa horena in la istaago oo la ducaysto todobana inaan la ducaysanin la socdo. Dabeetana wuxuu leeyahay qaabna caynkaasa fadli badan qaybna caynka, walika miir beelaya masaa'il cilmiya wali sharxaya. Abu Zarcat Arrazi, caalimkii la odhan jiray muxadidka ahaa, ayaa wuxuu leeyahay ibn abi xaatim aabahay abi xaatim iyo abi zurca baa saaxiib ahaan jiray labadan muxadisiin ah. Aabahay baa wuxuu yidhi abu zurca wuxuu dhintay isagoo taacuna ku dhacay oo maqtuun oo caloosha xanuunayso oo dhidid waaweyni jirkiisa uu ka da-aya buu yidhi. Dabeetana isaga iyo sheekh kaloo ag fadhiyey baa waxay isweydiiyeen, iyagoo rabaa inay xasuusiyaan laa ilaaha ila allah inuu yidhaahdo akhru kalaami, ayay dushiisa ku sheekaysteen sheekhana uu jiifa wa sakraa. Waxaa ku yidhi buu yidhi muxamed ibnu muslim ibnu waala abi xaatim baa ku leh, waxaa ku yidhi ma taxfadu fii talqiini lmowta, mawtada talqiintiisa maxaad ka haysaa, maxaad ka xifdisantay, maxaa xadiidkaa soo gaaray? Markaasuu wuxuu ii sheegay buuyidhi muxamed ibnu muslima baa yidhi sanad buu soo tahay, yurwa can mucaad ibnu jabali, intii uu sanadkiisa watay intaanu dhammaynin ayuu abu zarcihii jiifee sakaraadka haro madaxa soo qaada, wuxuu yidhi rawa cabdilxamiid ibnu jacfarin can saalixin, isagaa sanadkiisii tahay wadaadkii jiifay. Marka xadiidka sanadkiisi soo tahay can mucaadin can nabiy sal allahu calayh waalih wasalam man kana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah dakhala aljanna. Dabeetana naftaa ka baxday abu zurca xadiidkii markuu akhriyey, naftaa ka baxday, gurigiina qaylo ayuu isku darsabay buu leeyay. Abi xaatim arrazi ayaa inankiisu wuxuu ka sheegaya waa sheekhi sheekhan dul fadhiyo lahaa maxaad xadiidka ka haysaa, isaga laftiisa markuu sakaraada iyaga hayso. Ibn abi xaatim baa le aabahay abi xaatim baa loo yimi isagoo wa kaana fi naz waana laacab shaway ka baxaysaa buu yidhi aniguna maan fahmin inay waday aabba ka gurmayso maan moodayn buu yidhi. Markaasaa ku yidhi buu yidhi Cuqbata ibnu cabdilghaafir ka waran waa rajul min rijaali sanad alxadiid muraba fiqaadinimadiisa inuu weydiiyo. Markaasuu ma nebi buu ka wariyey mase xaali baan leeyahay buu yidhi. Faqaala ibnu ra'si madaxu may buu yidhi buu yidhi kumaa qancin buu yidhi su-aashaan ku celiyey. Markaasuu wuxuu yidhi huwa taabiciin waa taabiciin buu yidhi, buu yidhi maaha saxaabi. Dabeetana waa geeriyooday kadib waqtiga. Culamadeenni markaad eegto waxay ahaayeen dad ibnu jariir al-tabari ayaa waxaa la wariyaa ibnu jariir oo sakaraad ah ayay u yimaadeen, dabeetana korkiisa waxay ku sheegeen ducaa nabiga ka soo aroortay oo can jacfar ibnu muxamed laga soo arooriyey. Ibnu jariirkii sakaraadkaaba wuxuu yidhi qaliya waraaqii dhiiba waa loo dhiibay. Waxay ku yidhaahdeen afi hadi lxaal maadiga naftu kaasi baxaysaa qaliya waraaq dalbaya dushiisa masala xadiisa lagu sheego u maqlay waanu sakaraadsan yahay. Dabeetana wuxuu yidhi qalin iyo waraaqii dhiiba waxay dhahdeen ma fi hada alxaal bal qaar iyo waraaq u baahan tahay yanbagi linsaani an laa yadaca iqtibaasa lilmi xataa yamuut buu yidhi. Bini aadamna ninka waxa u cuntaba buu yidhi cilmiga ururintiisa inaanu ka tegin ilaa naftu ka baxayso intaanay naftu iga bixintaan aan ku dara aqoonte ii sheega buu leeyay. Waxaa la tilmaamaa Bayruni caalimkii la odhan jiray ayaa usoo galay buu leeyay nin isagoo naftu ay ka gurmayso oo hiin raagayo naftu naftu baa cidhiidhi ku tahay. Markaasuu wuxuu igu yidhi buu yidhi aljadaat alfaasida igoo horan buu ku yidhi jadaat alfaasida
الجدات الساقطة ومسألة علم المواريث ككاملة أو ميتك عدة وقت المادة لابد مرون أن نرحي أيضا نوع عقوت المادة مثل أم هذه الأم وكرية أيضا أي الجدات الفاسدة إلى ذلك والجدات كأرواح محلين يسألوا رفتك سيبا حيثه أيوه لي مسألة كم إذا بحالك كور ربي يقولي يقولي وأقول يقولي في هذه الحالة ماذا هي الغالي يرفت بك أبودي سأبدا يويدين سأين جدات الفاسدة هي بحالكونا وحي يقولي وصوك مرة نادوك أن أنا كتبه أرغب مسألة أنا قرانا يقولي أنا مسألة قرانا أنا أكدم الله وحاكر ربي يقولي أنا أكبه أنا مسألة أنا قرانا الإمام ابن مالك صاحب الألفية الألفية ذا نحوها أنا قلت إمام فيها وإحنا ما تولي مني شن شاهد وغيبي ما تولي مني نفتك بعيس الشواهد اللغة العربية تبين أن لودة لشدوها مسائل اللغة نحوها لودة لشدوها ما تي نفتك بعيس ميل هذا شن خمسة من الشواهد وغيبي ما كنت الماما إذا حتى تاريخ دعوة لما تدلوه نغطه waxaad arkaysaa wax aad u cajiib ah oo dad kale siday ugu daalayeen in aanay dhimanin iyagoo wax garanayn waxay u soo tilmaamayaan ibn al-Jawzi iyana kiisi yaraa isagoo siday tan jira qalqaraat al-ashara ibn al-Baqlani uu ugu xiraystay si uu uga barto isagoo siday tan jira iyana yaraa dhalaas dhinac socda inaga waxa laga yaabaa inaad kuwa yaryar mucaawada keentay in madarasta aad naaska tiraado tiraadaanu ugu weyn baan wax baran karay maayo ابن الجوزي قال نوكا قولها لباطن كنا فوليا بواخري لباطن كنا فوليا بسي بواخري أوسي دي تنجر مرايا أي فن كلام أبا نوح علي القراءة العشرة سيبو مقاطة سريا يرون باي الشيخ الباقلاني إن كي سيبه وحايني ما كان يكتو دادان كعلماء نكون بحين أيين تاريخ البرالها مثلا الخطيب البغدادي وعالم ويغانا وحالة الماما إسماعيل بن أحمد بن عبد الله الضرير الشيخ الرجل محدثها ونكي الكشمي هني كتاب الإمام البخاري كوريان الفرجوي وسندده وفي عن البخاري كتاب البخاري وكيمي بريلة وقص على حجك هيا بغداد صوغري الخطيب البغدادي أو الحافظ البغدادي بابا قلين الشيخ يمي يبتلى وويم وحلو واحد ربا كتاب البخاري أنا كاس صحراء وقود البخاري فضل بولي واسقط سفرة نسفرة وطن الله إليه كتاب قال ورمينا وقود البخاري قال يا أخي بولي كوح علماء ليس صار على خطيب البغدادي مدو الفلسطين كتاب البخاري ولا كالفرق وآخرنا يا سدح مجلس وقول أقول ما يقول كتاب الشيخ كوكيس هبين بان أخرنا واجي البرية habeen labaadkii buu akhriyay waagii dambe abariyay maalintii dambe goor maqribabay bilaabeen yacni laba habeen iyo maalin ayaa la yidhaahdaa bay ku akhriyeen kitaabka dhammaantii ilaa iyo daxwati nahaarkii dambe waxaa la tilmaamaa kitaabkii inay dhameeyaan yani waxaa saddex cashar dhammayn ayay kitaabkii إمام البخاري دماتي نمية إيه ده وريبة لصحانيو ولا تشوجينيو ولا إيليو أو شيء خاص آخرين ما كان تاريخ هذا دمو أكتر كتبت يسوع أخري كرير يسوع مرن كرير يسوع فاي يسوع كرير رمتي وضع عجيب يسوع صحيح مسلم كا مثل عبد الله بن سعيد بن لباج الأموي صحيح مسلم تضع عشاق واخي يقولي وحالة الماما يا طلحة ابن المظفر صحيح مسلم سدح مجلس مخو أخي يقول الماما يا العز بن عبد السلام على نهاية المطلب نهاية المطلب هو شرح كتاب المزني للإمام الجويني ومذهب الشافعي كتبته هو وين الفقه بعده سدح ما المضوى العز بن عبد السلام وأخي يقول الماما هذا تاريخ كودا هي قراءات كودا هي وحي أخري كرام يكتو إمام المزني الحافظ الإمام المزني
الإمام المزي رضاه حافظ كي محدث كاها رمضان ضربين تور رمضان الشيخ أواه هاجري وحالة المعمى معجم كبير وكتاب أنا مكوم علينا اليوم إنه لو أعطني شيء مجلوك طابعية بسوى الحافظ المزالية لتشوغة لحد المجلس بكو أخرية يعني ذكر وحراك إسها دلالك يكون بحينيا إنا وحبطان أما ينالي وقتي كلمين أدينا مجالس تونس أخرية أدب وبدنية وقت كنا كجالسين كريمة لكن واحد قدر لا يورين وحكاء رجبو علماء دي هراء يقاب كي وحب رجلين أما قاب كي وحو أخري رجلين وحانا ذاك الدونتا نين عالمة وكتبت إنه واحد ريوا كتاب تنبري عرفتنا تراوان نفتو يعني دمون لغني لكن واحد أبي سيئة تاريخ ضد مركز اعتنين لكتاب بان كنت سنة ضد أخرني إمام المزري رسالة إمام الشافعي مزري هو عالم مجتهد أولا من طلاب الإمام الشافعي كتر سنة كتاب الرسالة وقلي كنت سنة ضد بان أخرني ولمر ما أخرني بولي إلا أن يحرك فائدي أحد العلماء الإمام غالب بن عبد الرحمن بن الغالب أيها وحاو تلمامي أبا بكر بن عطية أيها علي وحو أخري كتاب البخاري تضرب بغواجه يعني بخاري وحو أخري تضرب بغواجه نحن على أي أبا قف مر أخري إنا نجري إن بغض غمرك في الحافظ ابن حجر العسقلان ركب صورة النقلين إياه بقول يكون نشرب أخري مخالي تلمامي صدق بقول ينتصر نشرب أخري وآه قراءة متأنية رأي برانية فحالك الدون تعمل لما ذا ركي تاريخ الله ذكوى رمية مهدب كي فقه الشافعي أهل العلماء يقول لا أفقط نشرب أخري مركي أنه أدنى قراءة كودو هي قراءة دي نوحي سلو الدومة مركي أنه إلا دراسات كودو يسري وكل لي علم لي أهمية دوسي لي نما ذاك ساكتان للي شريعة الوطن شاربوا عدو لبي لحنا شاربوا عدو لبي مثلا إمام مسلم كتاب كيسة عبد الغافر بن محمد الفارسي لحنا شاربوا لبي سعيد المسلم ما كان ركتو مغل عفق لها بغل شاربوا لبي أهل العلماء ابن حجر با ابن رجب سؤال ورنية ما كان ركتو نقول حاوي فقه شافعية صوتا شاربا لبي يعني ما كان وقتك إنه وقت جاي من الله هاي يوم أنا مرة تاني ساي علمي وقت جاي وسيني جاي قمتي وروح آد وكذا فرق ولذلك أيها الأخوة إن علم اللي بقطع وحرمها دانك ومحبنا تعرف لي على مدى المسلمين تمرك على ركتو رجيه وين بلا باب وجهه يرغي او يرغي كوي كوب بلاب علماء وين بين مثلا مذهب الشافعي مروزين تشيخون يعني مذهب الامام الشافعي اللي بدا مدرسه دوده هو مدرسه العراقيين هي مروه مدرسه اللي كسو جيده ولا بدا مدرسه انت بدل منا امام النووي رجحوه مدرسه العراقيين تا امام الرافعيين هو انت بدل رجحها محي مدرسه المروزيين مدرسة داسي شيخ دي أبي بكر القفال قفال وحلو هو بحيي فرسمية قابوها قفل لدى سمية يسوى اسكوح لك صدو فرسمية قاب كيسا سيا تبال كيسا سيا وحسابية أسوى الدن شربوا بلا ويبا انوح واحد داسي وحال نقضي ما مدى هو وين مدى بشافعين لو غدا بأي ما كان العلماء التاريخ ضد أخذ هناك بضم كسائي هو وينادي مثلا خالد الأزهري شيخ علوم اللغة عامة قوة معهد أمام مدرسة من المدارس بوحكاها كان عروضة وشضاء إن الله يحبه سراجة دايكو أبيك وحكو أخر صليا ويل يرون أن يرون بصبره ويل كي ربع يقول لي والجاهل يوم نقبك أنا لي جاهل مكحنا قد بتنا دراسة ودبو بغابي إلا من كبار العلماء لازم أقول نغري يعني لفت الجاهل اللي ويلي عرب كقاضي إمام الكسائية تقانين
qoraalada kamida culimadii waaweyneyd ee qiraa'adka raggii lahaa kamida ay imaam min a'imati naxw ahaa, isagoo nin weyna eray carabiga lagu qabsaday, dabeetna markaasuu dib u bilaabay inuu waxbarto. Yacni ma lahayn aqoontii muslimiinta ee saxaabadiina carruur marcaada lagu daray may ahayn, inay dad waaweyn soo islaamo cilmiga bilaabay bay ahaayeen. saxaabada nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam marcaamada intuu furtay dayaryar waxuma soo dhigin, ee raggii waaweynaa ee reer makee magaalada joogay ayuunbaa cilmiga halkaa ka wada bilaabay. afartan jirro, soddon jirro, konton jirro, lixdan jirro, saddex dawood oo isdhalay raggaaba mar hore wax wada baranayay. saddex dawood oo isdhalay oo intuuba joogaan ayaa wax wada baranayay. idan cilmigu daa male wuxuun buu u baahan yahay? undhowshay wuxuu u baahan yahay ikhlaas iyo casiimi iyo sabr. kow, qofku hadduu saddex shay isla helana wax buu baran karaa. shayga koowaad waa inuu waqti u qoondaayo cimrigiisa inuu waxka siiyo, ama weynow ama yarow. maanta jaamacaadkan dunida ka jira waxay nagu qallamahay intaasoo karidha dabarku qof kale qaatay, intaasoo karidha intaas saacadood buu soo qaatay. haddaad maalintii ku tala gasha hal saac ilaahay diintiisa inaad barato, sanadkii waa imisa? waa 356 saacadood. koors jaamacadeed oo 356 saacadood maqaataa ma jiro. koors jaamacad loo tago oo 356 saacadood maqaataa ma jiro. idan saacad baad caalim ku noqon kartaa aad cimrigaaga ka jarto. qof saacad waayo kalaamiyad uu jira xataa nusa saac waa 180 saacadood. nusa saac cimrigaaga haddaad ka jarto ama weynow ama yarow caalim baad noqon kartaa. waxaynu u baahanay markaa qofku waqtigiisa inuu ugu talagalo qayb uu ilaahay ugu dhowaado oo wax ku barto. saali laamr mucallim inaad hesho, mucallim professor muwajah, waxaad magaca doonta u bixi. macallimku wuxuu taraa juhdigaaga uu kuu dhowraya oo waxaad 3 saacadood akhriyi lahayd waxaa laga yaabaa inuu rubuc saac kugu baro. fahamkana wuu kuu toosinaya oo binaadamka masaa-ishi u isku dabarogaa. kitaabaad akhriysaa wixii kuu ahaa waxaad cidaaba fahmaysaa. haddii saacidu kuu akhrido fahamku wuu kuu saxmaya. adabkana waa laga bartaa oo ninka sheekha lagama barto kuna cilmige. adab iyo dhaqan iyo akhlaaq waa laga bartaa dhaqankiisa. wuxuu kaloo ku siinayaa mafaatiix ilcilm. waxay dhaha cilmigu kutubtu ku jiraa furayaashiisana ragga gacantooda ku jiraa bay dhahaa. everything dunida maanta waa qoran yahay, laakiin waa albaab u baahan in lagaa furo. furaa macalimku gacantiisa ku jiraa bay dhahaa. qof waliba wuxuu u baahan yahay cid u furta si uu markaasi uu u galo. shayga saddexaad aad u baahantayna waa manhaj aad raacdo. casrigan dambe dadka waxay aad wax ugu baran waayeen waxaa ka mid a culumta iyo tasalsulkeedii baa lumay iyo sidii wax loo baranayay. madaxaysaa bukhaari iyo shuruuxdeeda fathulbaari ka bilaabay oo akhrinaya waana 40 soo dhiganin. midbaad arkaysaa alfiya dhiganaya waanay junuubiya fahmin. midbaad arkaysaa alfiqi almuqaaran ka waramaya oona mushujaaca arag. yacni waa balbala. marka dambe magacyada kutubtu maad qaybisa kitaabka la soo qaadaba magaciisa waa taqaana, weligaana midaad itqaanisay ma jirto. kitaab walbana magaciisa waa taqaana. waana mushkilada inta ugu badan dhalinta dambe ku dhaca. sida saxii waxa weeyaan cilmigu wuxuu leeyay mustalaxaat iyo mukhtasaraat. kitaabka intaanad waxa ku jira fahmin mustalaxaatkiisa terminologiga inay fahantaaba qoonay fani kastoo la baranayo ka funuuntan meelaha kale lagu barto jaamacadka lagu barto kimistra hanoqdo fisics hanoqdo madma wax dan hanoqdo terminologi buu leeyay faniga ugaara. fani kasta waxaad u baahantay inaad terminologigiisa fahanti. si aad terminologiga u fahamtid mutuunta yaryar baa laga bilaabaa. mutuunta yaryar laba shabi ku baraysaa faniga terminologigiisi eray bixintiisii way ku baraysaa. mustalaxiisii waxay kaloo ku baraysaa ru'uusi lmasaa'il. faniga kani masaa-isha ugu waaweyn uu ka hadlayo oo koobanna waad helaysaa. kadib baad waxaad ku samayn kartaa inaad sii guda gasho oo aad hore usii socoto. ayuu halif waa marka in wax la bartaa
cibaadadooda ku xidhan oo qof baad arkaysaa soddon sano konton sano tukada iyo weli salaad uu saxnay, waana ceeb. camal aad ilaahay janno kaba doonayso oo aad salaad subax usoo kacdo intaas oo dhan wadid oo aanad saxanin weli, inuunaad isha ka aragti aad dhegadhegaysay unaado ku wardo waana ka qurx badan yahay. waxay ku habboontay qofku inuu si fiican u barto wuxuu ilaahay ku caabudayo. ninka xajka tegaya inuu barto sida loo xajo, ninka guursanaya inuu barto guurkaliya islaam korka soo kordhiya waajibaadkii xuquuqda lagugulayo, ninka wax iibsanaya inuu barto sharciga islaamiga wuxuu iibka ka qabo iyo waxa iibku bannaanaya waxa ku bannaanay, ninka shaqaalaya inuu barto sharcigu wuxuu banaeyay in laga shaqeeyo waxaanu banaynan in laga shaqeeyo. qof waldiinta tani ninka sheekhay wuu fatwaro masaa'il buu sheegay, laakiin qof walba in baa waajib ku ah qof kastoo muslima. waxa haboon marka acmaasheenna aynu ilaahay ugu dhawaarayno inaynu baranno si dhaba u baranno si ay u noqoto waxaynu ilaahay subxaanahu watacaala ugu dhawaarno. waxaan ku soo koobaya nusuusta ka warramaysaa طلب العلم iyo fadligiisa iyo shuruudiisa iyo waxyaabaha laga rabo in badan baa laydiin akhriyay. laakiin qisaska waxaan uga dan lahaa warinaynu garaanno dadkii hore ee amhilada ahaa siday wax u barteen iyo waxa ka dhigay iyaga mawsuuciyiin encyclopedia, waxa ka dhigay caalamku inuu fan walba garanayo inay ahayd wakhti geliyeen. qof kasta oo bini'aadam oo wax wakhti geliyana wuu baran karaa. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.